يمكن بآخر فقرة معنا اليوم لبرنامجكم في حضرة المساء، بالتأكيد كان معد بكل عناية عشان ننال إرضائكم وإعجابكم بالتأكيد. فقرتنا دي دنيا الصحافة النسائية، نحن دائما بنقوم بدعم كل الشباب وكافة الشرائح المجتمعية يا سارة، والفقرات بتكون مهداة مننا هي بمثابة دعم مادي، دعم معنوي عفوا، دعم معنوي بالتأكيد. ده يا سارة الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه بس بتاع القروش بالتأكيد. ودنيا الصحافة النسائية هو دعم مننا للمرأة ولكل جميل قدمته في كافة المجالات سوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأكيد أثبتت وجودها بكل كفاءة وبكل جدارة، وكانت مؤهلة لكل يعني نقطة أو مجال هي اتخطت فيه يا سارة. نحن معانا صحفية اليوم تهاني النمير، صحفية في صحيفة الجريدة ومعدة برامج أيضا، ما شاء الله عليها يعني نابغة في كذا مجال في آن واحد. هنتعرف عليها سارة ونتعرف على عملها في حضرتكم وفي حضرة المساء، إن شاء الله يكون أكون خفيفة عليكم يعني. إن شاء الله يا رب محبيك. كثير يا رسول يمكن بيقولوا الصحفيين ممكن يكون الإعداد شوية صعب عليهم أو ما ممكن يكونوا هم معدين في نفس اللحظة، لكن في صحفيين ما شاء الله كتار أثبتوا الحاجة دي عكسها تماماً. فصحفية ومعدة برامج، في علاقة وارتباط وثيق بين الحاجتين ديل، وهل الحاجة دي صحيح صعبة وما يزال يقدر عليها؟ والله هو الرابط بيناتهم يكاد يكون متساوي، يعني ما أنا ما شايفة إنه في فرق بين الصحافة وبين الإعداد. يمكن يكون اللونية مختلفة، الطريقة مختلفة، لكن في النهاية الصحافة تبقى هي مهنة المتاعب ونفس الهدف، نفس الهدف ونفس الفكرة وخدمة المجتمع، خدمة شرائح معينة، لكن بس القالب بيختلف. قالب الصحافة شوية كده ممكن يكون صعب علينا احنا انا كمرأة او انا كفتاة، ممكن يكون على صعب شوية مقارنة بالإعداد البرامجي وكذا، لكن انا حابة الحاجتين، سعيدة انه انا قدرت يعني اجمع واوفق ما بيناتهم يعني. ما شاء الله عليك يعني معدة برامج وصحفية في صحيفة الجريدة، ولك كتاباتك كمان. الكتابة المواضيع اللي تناولتيها شنو عبر كتاباتك؟ تناولت حاجات كثيرة، تناولت التحقيقات، طفت في معظم الأقسام زي أي صحفي يعني في بداياته. يمكن تكون بدايتي كانت بدري خالص يعني من بداية الجامعة، يمكن من أولى جامعة أنا كنت داخلة في الدهاليز بتاعت الإعلام. فبعد التخرج القصة ما كانت لي صعبة، كانت صعبة بعد ذاك التخصصية، يعني ناس البيت الأسرة ما تمشي في السياسة، أمي دائما بتقول لي الصحفيين بيعتقلون بيضرب يعني أمشي حاجة كذا. فالصراحة أنا دخلت في كل المجالات، دخلت في أقسام الصحافة يمكن السبعة ولا الثمانية، لكن يعني ميولي كانت أكثر حاجة ثقافية وفنية واجتماعية. يعني بحب أخدم المجتمع، أجيب في الساحة الفنية أشوف الأصوات الجديدة، أدعمهم كشباب، يعني في شباب كتار، يعني في شباب واعدين كتار محتاجين. الناس بيقول لك ده ما زمن فن، الفن والسياسة مرتبطين ارتباط وثيق مع بعض، ما في فن بدون حياة، وما في حياة بدون فن، وما في سياسة بدون يا سارة. ما شاء الله يعني تهاني جامعة كثير من المجالات في آن واحد. نحن دائما عندنا يعني مثل بيقول صاحب بالين كذاب وركيب سرجين وقيع، يعني انت افكارك ما تشوشت شوية وانت ما شاء الله ملمة بكل يعني بكذا مهنة في آن واحد. طموحي كبير شديد، حاسة نفسي انه انا حقدر اركب اكثر من سرج وما اقع، مش سرجين بس يعني. يعني طموحي دي طبعا المرأة دائما دي المرأة الخارقة اتمنى اكون المرأة الخارقة يعني، واصل لمرحلة انه انا اكون خارقة. اهم حاجة الرسالة اللي انا بقدمها، يعني ما انه انا بس اشتغل في كم حاجة وخلاص، لا، اهم حاجة يعني المنتوج بتاعي شنو انا حقدمه. في ناس بيشتغلوا شغل عشان يشتهروا وعشان يثيروا جدل، لا، أنا كصحفية أو كإعلامية هقدم شنو للمجتمع المنتظرني؟ هقدم لهم ياتوا رسالة وياتوا نوع من أنواع الرسائل، ما بس أقعد أنتقد في الناس وكذا، أقيم وأقويم كمان يعني. صحيح، خليها تركب حتى سرودي وبكرة تتزوج بالضبط كذا، حيكون الموضوع ده صعب شديد. بس يعني يا سارة عاوزاك تدخلي في دوامة الزواج والأولاد، الكلام ده بيختلف تماما، حتكوني مشوشة فكريا وأمورك جايبة شوية، بتحتاج حقيقي لقوة كبيرة. عملية عملية هسي أنا والله أنا ضد طبعا الفكر ده. الزواج عمره ما كان يعني عائق لأي موهبة، أي موهبة سواء كانت فنية، سياسية، اجتماعية، إعلامية.
الزول هو وطموحه، بعد ذاك شريك حياته اذا كان متفاهم معه او لا. اهم شيء شريك الحياه. لكن مش الاولاد هي الاكبر. بتجي الزول بس يقدر شنو يوفق حياتي. يعني يوفق صعب ما بين صعب الشغل. توفق بين ثلاثه حاجات. في كتار، في ناس كتار نجحوا، يعني في رموز كثيره وفي نماذج. والله يعني في نماذج كثيره نجحت يا ساره. يعني انا احتمال الكلام ده لو قاعده مع اسرتها مع اهلها قريبه من امها بتقدر تخلي اولادها، لكن لو الواحده قاعده بعيده وبراها زي انا كده يا ساره. انا اضرب تحت الحزام في توسل يعني. لا انا غايته بكون مخالفه، لكن الحاجه دي ما بشوف انه الزواج ابدا انه يكون مقبره للابداع. انت ما تقولي ما شايفه، هو والله ما شايفه. احنا بنجي نحكم، انا بذكرك الكلام ان شاء الله. وحتى شريك الحياه الزول المفترض يعني انا اذا ارتبطت بهم، معلش ما قطع عليه كلامك، تفضل، لازم انه يكون متفهم طبيعه الاعلام يعني شنو. صحيح. انا كمراه دوري شنو في المجتمع؟ يعني انا حارفع راسهم، حارفع راس بلدي انه انا زولا، يعني عندي حياتي الخاصه. عايزه اوريك كمان مهما هو يفهم، مهما هو يفهم ليكي ما حيقدر يعني يضغط على اولاده ولا على بيته عشان هو يقدر يفهم لك الحاجه دي. بالضبط كده. فانت حتجي تلقي في نقطه تقصير انت ما قادره عليها. انت هو هي اصلا يعني نقدر نقول انه يعني يتهاني في 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 عقبات بتواجه، في عقبات بتواجه كثير، لكن الزول الصامد، لكن الاختيار الصحيح زي ما انت تفضلتي، الاختيار الصحيح. ونحن في حياتنا بشكل كبير جدا بنحتاج للدعم المعنوي. خلينا نطلع من الموضوع ده لانه نحن ما حرقنا. بنحتاج لدعم كبير شديد لانه الحياه صعبه. نعم جدا. من دون عمل خارجي نحن بنحتاج للدعم، ناهيك في وجود شغل مؤسسات يعني علينا مسؤوليه عندها. نعم تهاني، يمكن انت اخترت الصحافه الفنيه. الصحافه الفنيه طبعا معروف انه سها يوميا في حراك فني. نعم. يستاهل فعلا انك انت تكوني موجوده وحاضره بقلمك و وتبرز الحاجه دي. فكده ورينا جمع الصحافه الفنيه. اكيد كثير من الناس بتفتكر انه الحاجه دي سهله شديد بما انه في حراك فني. الفنيه يعني مليئه بالفنانين والاحداث الفنيه عموما، لكن بالرغم من الزخم الكثير والوجود الكثير للحاجه دي، هنالك اختيار بيكون بعنايه، فبرضه يمكن تكوني بدعانه عشان انت تقدر تطلعي حاجه بعنايه. فكلمينا برضو عن وجودك في الصفحة الفنية والساحة الفنية عموما. بالضبط كده، الساحة الفنية محتاجة لناس تقيف معها. يعني في زي ما قلت قبل، في شباب كتير مبدع، محتاج لي أنا كصحفي أشوف أعماله اللي حيقدمها. أنا الوسيلة حقته الوحيدة اللي حأبرزه. إذا ما أنا يعني أنت لأعماله قيمته وقومته، يبقى ما في داعي للرسالة أنا أساسا بكابد عشانها. في ناس بيفتكروا إنه الصحافة الفنية بس لتسليط الضوء على الفيمس مشاهير. طيب أنت بقيت مشهور كيف؟ ما عن طريقي أنا، خلي غيرك كمان. دي حاجة أنا بوجهها للناس الفيمس، خلي غيرك يظهروا. صح. يعني او اعوذ بالله من كلمه انا. صحيح. ما بحب الشغل مع الفيمس، معليش يعني ما بحب، بحب ابرز الناس اللي لسه يا دوب. يعني في شباب كثير بيطلعوا اغاني كل يوم، الفضاء بقى مفتوح اصلا. يعني اليوتيوب المواقع دي ما خلت حاجه، التيك توك يعني بقت منصه لنا تطلع عليها المواهب، لكن برضو الحاجات دي ما بتقوم الا بالاعلام. احنا دورنا كاعلاميين انه نقف نبرز الحاجات. فنانين تشكيلين، ما شرط فنان، يعني ما شرط فنان بس تشيل مايك وتغني، لا، في فنان تشكيلي، في شاعر، في زول عنده ديوان عايزه يظهر. فانا اذا ما وقفت معاه يبقى رسالتي التواصل يعني. الاجتماعي يا تهاني لعبت دور كبير جدا في ابراز الشخصيات وتنجيم. نعم. يعني حتى في النجوم حمقى يعني يا ساره، ما اضافوا شيء للمجتمع، لكن بوجودهم الكثير و يعني الانتقادات ذاتها مرات بتصنع النجوم على فكره. نعم. يبقى الجمهور في الحته دي هو الحكم، هو الحكم، هو اللي بيقدر يطلعك اعلى الهرم، وهو اللي بيسقطك بنص الطريق. اللي بتقول لك لا تصنع من الحمقى مشاهير. بالضبط. وده الحاصل الان، ده الحاصل، لكن برضو في جمهور او ممكن اقول في متابعين يعني فطنين جدا، قادرين يعرفوا الصح من الغلط، قادرين يعرفوا الماشي صح من في اي لايك. لا ما شاء الله اجمع كم الف لايك، لكن في نهايه معلش ما قطعك بتجي تلقى الونسات ما بيناتهم، والله فلان ده ما غنى لكن لقى قدرك رواج كبير جدا. ايوه قدر. نعم. لما انت تيجي تجيبه في التلفزيون بعد ذلك بيكون في اختلاف كبير. صحيح. يعني انا رغم انه وسائل التواصل ايوه ممكن تكون بقت اعلام بديل، لكن ما بتكون بديل للصحافه ولا التلفزيون، لانه شنو الناس بتثق في حاجه جابوها في التلفزيون بتثق، حاجه جابوها عبر الصحافه بتثق، لكن حاجه شافوها عبر المواقع بيكون في حبه شكوك. بتلعب دور يعني كبير جدا في أكيد. في أكيد. التنجيم وابراز الشخصيات. أكيد. طيب يا تهاني، ده بيقودنا يعني لمحور من ابناء وبنات جيلك الصحفيين. رايك شنو فيهم الان وفيما يقدموها من منتوج وماده مكتوبه؟ في شباب واعد، انا دايما بتكلم عن الشباب لان شابه وعانيت وتكبدت يعني مصاعب كثيره جدا. في شباب واعد، بعد ذاك ظهرت حاجه اسمها الصحافه الالكترونيه.
يمكن تكون الصحافة الإلكترونية هسه كادت أن تطغى على الصحافة الورقية، وفي النهاية الصحافة الورقية عندها محبتها وعندها مصداقيتها، لكن صحيح. الشباب الواعد من الصحفيين الجداد أنا بتمنى حاجة واحدة منهم، إنه يعني يكون أنت ما تجي تخش الصحافة يا دوب أنا عايز أكبر زي فلان، لا قدم حاجاتك أنت استفيد من خبرات فلان، لكن ما تحاول تكون أنت نسخة، يعني يكون لنفسك أنت نسختك الأصلية بتكون أنت الأفضل أو تقلل من الشأن اللي فينا في أيوة يعني. استفيد يعني الناس الكبار، نحن بدنا الكبار ما بنبع يعني هم المرجع بالنسبة لنا، لكن برضو أنا بتمنى برضو من الناس الكبار يفتحوا المجال شوية للناس الصغار، يدوهم أيوة يدوهم تعليمات يدوهم حاجات عشان شنو هم ذاتهم في وقت من الأيام حيكونوا برضو قدوة لناس مع بعضهم يعني. طيب خلينا نتكلم عن يعني برضو جانب مهم جدا في الصحافة الفنية واللي هو الانتقاد. بنلقى إنه في صحفيين فنيين هم بينتقدوا بصورة لاسعة جدا وربما تصل الشخصية ذاتها من الحاجة اللي هو بيقدمها أو كده. فأنا دايرة أعرف دور تهان في الانتقاد بيكون كيف وبياته شكل، ورأي شنو في الانتقاد اللي بيصل للشخصية نفسها في ذات شخصيتها ما في فن أو في حاجات اللي بيقدمها. أول حاجة ممكن أتطرق لحاجة مهمة جدا، في حاجة بقد اسمها صحافة العلاقات العامة. يعني أنا عندي علاقة كويسة بفنان بشاعر مهما عمل حاجة ما كويسة أنا أعالجها الكلمة أطبل له دير يعني كده، احتمال في ناس يزعلوا منها لكن في صحفيين مطبلاتية يعني صحيح. انت كثيرين جدا يعني الانتقاد ما قادرين يفهموا معناه شنو، متخيلون النقاز الانتقاد ده شتيمه، هو تقييم وتقويم بغض النظر عن انه انا بعرف الشخصيه دي ولا لا، اقيم عملك اللي جبته سواء كان كويس ادي الراي العام الحقيقه، ما ابرز له انه يعني انا كنت في قائمه عشاء مع الفنان الفلاني ولا مع الوزير، انا كقارئ حاستفيد شنو انت لما تيجي تكتب لي عمود تكتب فيه علاقتك بوزير ولا بفنان ولا بكده، لا انا كقارئ عايز لي تقييم لفنانين انا بحبه مثلا لكذا، لكن ما انت طوالي شتيمه الفنان فلان عشان مثلا ما جغلنا لك في حفله عريس ولا حاجه زي دي انت تقوم خلاص توجه قلمك السنين عليه، لا ده ما انتقاد، الانتقاد من وجهه نظري هو تقييم وتقويم. صحيح ان شاء الله يعني ده يكون الفهم الصحيح ان شاء الله هكون قدرت اوصل فكره الانتقاد لانه فيها لغط كبير جدا يعني بالتاكيد بتدخل الناس في حياه كثيره، في فنانين كثير كتار بيزعلوا في بعض الصحافة يمكن يكونوا حادين شديد خاصة على الشباب، صح بالعكس انا اي حاجة فيها شباب بقيف فيها في الدعم، يعني زول عمل حاجة انا كصحفية شفتها انها مثلا محتاجة تقييم عشان الزول اللي يمشي فوق بمشي فوق، لكن ما اقوم انزله هو محتاج اصلا للدعم بتاعي كصحفية. صحيح نعم. حتى الدعم الهدام عنده طريقة يعني مفترض يكون بصورة أبسط وأجمل من كده، هو كلمة دعم مو هدام أساسا ما بيجوا مع بعض، أنت تدعم الناس بالحاجة الكويسة تقيمه وتقومه برضه بحاجة ترضيه أو حتى لو ما رضت يعني ترضي الرأي العام بطريقة كويسة، ما تبرز فيها أنك أنت عندك ضغينة تجاه زول معين أو كده، لا في النهاية أنت بتكتب رسالة أيوة لقارئ فطن جدا بيقدر يميز بيقدر يعرف، وفي مرات يعني التسلق على اكتاف الناس على حسابهم طبعا بالضبط كده انت حابه تصفر خلاص وما اكثرهم يعني بالتاكيد. طيب تهاني النميري لك تجربه في التقديم البرامجي عبر اي واحده من القنوات السودانيه؟ سؤال يمكن يكون صعب شويه، ممكن اقول ده ما وقته لانه انا بحب اتسلسل في الحاجات يعني انا والعياذ بالله من كلمه انا حابه اكون اعلاميه شامله الصحافة بكل أنواعها أكون عارفاها، دخلت حاليا الدهاليز بتاعت التلفزيون يمكن تكون التجربة وليدة لكن أنا معجبة بها جدا ومبسوطة بأنه أنا يعني دخلت تجربة الإعداد البرامجي، وأتمنى إن شاء الله أمشي فيها زي ما قدرت أمشي شوية شوية في الصحافة. نعم لقيت شنو اختلاف ما بين التقديم والصحافة يعني في اختلاف في إبداع يعني في لمسة إبداعية من نوع آخر وهم الاثنين يعني إبداع، لكن دي لمسة إبداعية يعني أجي أشوف اسمي إعداد والحلقة تكون ممتازة بكون مبسوطة جدا، زي ما لما أنا أجي أكتب لي تقرير في الجريدة ويكون اسمي قاعد وأكون مثلا في الشارع العام أو عند الجيران أقول والله فلانة الفلانية كتبت كده زي ما الصدى بتاعه برجع لي برضو والله فلانة الفلانية عدت الحلقة، لكن للأسف أنا لاحظت حاجة إنه يعني يمكن يكون المشاهد ما يعني ما بدي أهمية للكاست بتاع البرنامج أكثر مما إنه بدي أهمية لأنه المذيع المقدم البرنامج والضيف، دي حاجة أنا ما عارفة كيف طبعاً
طبعا في حاجه يعني المذيع هو اللي يا ضيع مجهود كل التيم اللي وراه. بالضبط كده يعني وراك مخرج، وراك مصور، وراك منتج، وراك معيد، بيكون ممكن يعيد في الحلقه قبل يومين، وممكن يسلمك ليها ما تقدمها بشكلها المطلوب، فانت كده بتكون ضيعت مجهود كامل. او العكس، او العكس في مذيع ممتاز ممكن جدا ومعيد ما عارف اصلا محاوره وما ما قادر يتواصل مع ضيوفه، ما عارف حلقته اساسا حتكون شنو او هدفها. صحيح ده البرامج عالم جميل، انا فرحانه انه انا دخلت فيه وبتمنى الاستمراريه والتطور للافضل يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تهاني نحن مساحتنا ممكن يا ساره تكون انتهت معاه، لكن دارين نديها فرصه سريعا اذا عندك اي حاجه حابه توصليها. والله بس انا حابه من يعني اوجه رساله لاصحاب المؤسسات الاعلاميه، اقول لهم افتحوا ابوابكم للشباب. في شباب يعني خلي الباب موارب حبه، في شباب واقف ورا الباب ده منتظر يعني، بس يعني فرص. عنده امل، منتظر الفرصه، عنده موهبه سواء كان مذيع، معيد، كل الحاجات دي. صحفي، عينوا لهم بعين الاعتبار، دخلوهم المؤسسات، دربوهم، لانه ده زمن الشباب. صحيح، ده زمن الطاقات الشبابيه المفروض تظهر. دي رسالتي لكل اي ناس مسؤولين في مؤسسه اعلاميه سواء كانت صحف او جرائد او وكالات حتى انباء، بدعينه لانه الجيل ده صغير ما بيعرف حاجه. لا، ده الجيل الراكب راس، بيقدر يعمل الراكب راس، بيقدر يعمل اي حاجه وقدر انه يحدث تغيير كبير. ان شاء الله يا رب، ربنا يوفقك ان شاء الله وين ما تكوني ومحل ما انت حابه ان شاء الله. امين. وسعيده كمان بالاستضافه دي، واتمنى اكون يعني دمي كان خفيف على الجيل. لا بالتاكيد والله، استمتعنا كثير جدا معك ونحن عبر هذه الفقره. تهاني النميري الصحفيه ومعده البرامج والكاتبه الشامله، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا ساره. انتهت رحلتنا الساعتين، انا كمان والله اكثر ساعه مرت سريع من غير ما استمتعت كثير جدا معك. بالضبط كده، البساطه دائما واللطافه هي اللي بتصنع جو جميل جدا، وده المطلوب يعني. الناس عابسه وزهجانه من الوضع والظروف الحياتيه الشايفه، ان شاء الله ربنا يسخن الحال يا رب، والزحمه الحاصله دي والبنزين الغالي ربنا يسهل الامور ان شاء الله. تبغى تكاتب وانا كمان يا ساره.